السلام عليكم البنات وصباح الخير عليكم متتبعات قناه ام عتمه زيدات. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله البنات غيكون واحد الكمام بتشنيف تشنيف مزور. اليوم غنرجع نرجعوا للدروس والبنات اللي باغيين يتعلموا والبنات اللي باغيين يعرفوا الطرز الرباطي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه البنات غنقولها لكم وغنوريكم الرشمه اللي غادي نخدموا هي هذه البنات. هاد الرشمه هذه كتجي في الجلايل ديال الجلابه، يعني كتجي في الجلايل ديال الجلابه وكتجي في الكميمات، يعني تشنيفها منها كيجي تشنيفها منها داخل فيها الطرز وداخل فيها هاد البصله هنا الشباك وهذا الشيء غتشوفوه في الخدمه. اول حاجه بغيت نهضر على واحد مهم، واحد الابليكاسيون البنات اللي بغيتكم كاملين تدخلوها التليفونات ديالكم. هاد الابليكاسيون هي هذه البنات، ها هي البنات نقرب لكم، هي هذه فانتاز، هي هذه البنات. كدير كتدخل البلاي ستور وكتيليشارجي هاد الابليكاسيون. هاد الابليكاسيون فيها العجب ديال رشامي. بالنسبه لواحد الكومونتير المهم انا غنوريه لكم، هاد الابليكاسيون غتنفعكم بزاف 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 البنات، غتنفعكم بزاف انكم تخدموا رشيماتكم، تهزوا رشيمات، تكتشفوا الجديد والانواع ديال رشامي. بالنسبه لهاد هاد 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 الستوري اللي هاد الصوره اللي حطيت بلاتي، هاد الصوره اللي حطيت في المنتدى ديال القناه ديالي، ها هي البنات. هادو البنات راه ماشي ديال حتى شي واحد، هادو لقيتهم في هاد الابليكاسيون البنات. وكاين طلب بزاف عندي تقريبا شي 10 القمايس بالتشنيف. كاين اللي فيهم الموسلين ديال واحد الخياطه، كاين موسلين، كاين موسلين ذكر طب، كاين واحد الثوب حرير، هادو غيداروا قمايس تحت 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 الجليبات. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش هاد الابليكاسيون، انا كندخل سهله بزاف البنات، يعني كتدخلي ليها بحال هكا شوفوا اشنو فيها، يعني راه فيها العجب ديال رشامي، فيها اي حاجه كتقلبوا عليها كتلقاوها. انا اكثر اللي غيطلع لكم القفاطين جلاله برشامي. كندخل للغشيرش هنا وكنكتب رشامي، ها شوفوا غيخرج لكم رشامي، غيخرج لكم اي حاجه قلبت عليها. ندير هكا هانتوما البنات، غيخرج لكم اي حاجه، هادشي ديال برا يعني خدمه ديال ديال برا. شوفوا هادي شحال فنانة البنات، غادي نديرها لكم. ها هي هادي يعني كاين بزاف 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 بزاف، يعني غتبقاو تشوفوا الاشكال ديال التشنيفات. مهم هادي حتى هي خديتها من تمايا. كيفاش كنهز رشمه البنات وكيفاش كنقاد رشمه؟ اول حاجه كنخدم ورده وحده بحال هكا، كنستعن بهاد المربعات الصغيره، يعني كنخدم ورده وحده، يعني كنبقى محاوله معاها حتى نقاد وحده، وكنبدا وحده 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 حتى كتعطيني هذا الشكل هكا. بمجرد ما كنخدم جوجات كنبدا نثني الورقه ونخدم الجوج الثاني، نبقى غاديه وانا غاديه مع السلته كامله. وردوا البال البنات، هنا الا شفتوا معايا هاد الشكل هذا صاد لهاد الجهه وهذا صاد لهاد الجهه هكايا. علاش؟ حيت ثنيت الورقه على جوج، نتوما غتراسموا جوج حدا بعضياتهم ودوك جوج غتبقاو تعاودوا عليهم باش ما يجيكمش، باش يجيكم هاد الاتجاه، يجيكم الرشيم كله هاد الشكل هكا، كله صاد هاد الاتجاه هكا، ما يجيش واحد صاد هكا واحد صاد الاتجاه الثاني. مهم هاد الابليكاسيون خدموا بها البنات بزاف بزاف، راه غاديه تنفعكم. قدي واحده اخرى نقولها لكم البنات، انا راني كنعلم في القناه البنات، كنعلم اي حاجه طلبوها مني المتتبعات ولا اي حاجه كانت جديده كنبغي نوريها للاخوات. وحنا هاد القنوات حنا دايرينهم صدقه جاريه، اللي علم فينا الله يسهل، واللي ورى الله يسهل، واللي ورزق الله سبحانه وتعالى. ياك حنا كنقولوا ان القنوات راه دايرينهم عمل خيري تطوعي، ما نكرش اننا كنتخلصوا من اليوتيوب، ولكن يعني الجانب الخيري راه كثار من الخلاص. بغض النظر اللي شفتي المقارنه ديال الخلاص مع الدعوات الزوينين، راه هذاك الشيء اللي كتقلب عليه ام عثمان زيدات. اليوم ان شاء الله غنطبقوا هذا الرشيمه ومعاكم ان شاء الله غادي نطبقوا ونشوفوا كيفاش جات. بالنسبه للون باش غتخدم غنوريكم باش غتخدم، ها هي الرشمه
شفت معايا اللون بحال البلو سيان، ماشي بلو سيان، واحد اللون زوين باش غتخدم. هانتوما غتشوفوا معايا الالوان باش غتخدم، غتخدم بهاد الالوان هادو. شوفوا معايا هاد اللون مع هاد الالوان بالنسبه لريفيرونس ديال هاد الالوان. بالنسبه للموفا البنات 2303، ها هي 2303. بالنسبه للموف 2157، 2157. بالنسبه لهاد الخريشي فيه هذا بحال خرشوفي بحال واعر هاد اللون، بالنسبه للريفيرونس ديالو 8530. وهذا راه البرونز، دائما راه برونز المفتوح. صافي غادي نبداو بسم الله على بركه الله التطبيق ديال هاد الرشمه. وحاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم البنات اللي يلا غيبداو الخدمه، ما عمركم ما تخدموا بالمرمه هكا بلا ما تغلفوها. علاش؟ كيكون بعض المرات ثوب حرير بحال هذا وكيكون شي حروشيه في المرمه ما كتبانش لكم، انت تمسي بيدك هكا راه تبان لك راه رطبه ما فيها والو، ولكن كيكون شي بحال الرويسات ديال العود ما فينيش، كيتوركي كيمزقوا لك الثوب، كيتوركي كيتمزق لك الثوب. من الاحسن كلها وباش كتغلف، شي كدير الفاصمه، شي كدير مهم اللصقه، ما عندي انا ما كنديرش اللصقه. علاش؟ انت اللصقه مع بلاستيك كتبقى تزلق ليا كطلع ليا المرمه، كندير دائما الثوب. وشوفوا واحد نص متر ديال بوبلين 260 ريال، متر ب 260، خديتي غير نص متر يغلف لك شحال من مره ويشطوا لك منه سريبتات. المهم غنبداو بسم الله على بركه الله التطبيق ديال الرشمه ديال اليوم. الرشمه هي هذيك، ها هي البنات. قبل ما نبداوها بقاو معايا تشوفوا الرشمه كيفاش غتجي والطريقه ديال الخدمه ديالها. اول حاجه البنات غنخدم هاد لي كارو، تسرقي وكين هنا ما ديرش الفيزيون البنات الوسط. غنخدم هاد الكاروات، نخدم هنا تشباك عاد غندير الفيزلين. بسم الله كيتعقد الخيط، خاص ضروري نعاودها. كنخدم الاتجاه الاول وكندوز الاتجاه الثاني. بسم الله غندوز الاتجاه الثاني، انا كنفضل ما نسطرهمش البنات، نخدم عيني ميزاني باش نبقى غاده عبر واحد. بالنسبه للمبتدئات ضروري يديروا الخطوط باش ما يتلفوش، باش ما يتخربقش ليهم التسطير. هنا من بعد ما كملت، يعني كملت هاد البلايص اللي غادي نتشبكوا، غادي ندير الفيزلين، يعني غنرجع الفيزلين عادي بحال اللي كنخدم قفطان بشكل عادي، يعني غندير الفيزلين ونكمل الفيزلين. البنات انا غير كنحطو، يعني ما كنلصقو ما حتى شي حاجه، غير كنخشي تحت من المرمى بحال هكايا وغنكمل الخدمه ديالي. يعني غنشوف هنا غنبدل اللون، هنا غنخدم هاد الوريدات اللي كتشوفوا فيهم البنات. شوفوا معايا غنبدا جنب هكا، يعني كنخدم الاطار الاولاني جنب البنات عاد كنعمر عليه كيجي بحال الخطفه. كنخدم الاطار الاولاني وكنبدا نعمر.
ديال خطفه زوينه كيف ما كتشفتوا وسهله. شوفوا معايا كيفاش، شوفوا معايا الطريقه باش كنخدم. كنبدا شوفوا وكنبدا نعمر. كنبدا نعمر هكا جا الموصى، هو بشكل رائع تواسى مع هاد الالوان جا زوين. هنا غاديه نخدم لون الموف فاتح، يعني كنبقى نخدم وكنشوف الالوان اللي غادي ندخل، يعني كنخدم لون لون بلون، يعني لون بلون حتى نكمل الرشمه ديالي. هنا البنات غنخدم هذا الخط هذا بالدقه، هذا الوسطاني هي هذه البنات. خدمه بحال هكايا كيجي زوينين البنات، بحال هاد الرشيمات في القميص الكمين، في الكمين كتجي شي جلابه سامبل والكميمه ديالهم طوزين كتجي راقيه. ان شاء الله البنات غنخدم جلابه باليد سامبل والقميص التحتاني هو اللي غيكون مطرز. اللي كنخدم بالوحده بالوحده وكندور المرمى. صافي وانا كنخدم وانا كنشوف فين غادي نضيف الالوان وفين غادي نزيد فين غادي نقص، كنبقى بهالطريقه حتى نكمل الرشمه، يعني نخدم ونشوف البوزيسيون اولا التموضع ديال الالوان فين غادي يكون. هنا غندوز الوريقات لان باقي ليا اللون ديال الصم البنات، غندوز الوريقات غنوصل. يعني شوفوا معايا بالنسبه للبنات اللي كيبغوا التدوار ديال المرمى ضروري التجبه ديال المرمى كانت تلصق ليا دابا البنات، ضروري المرمى تكون مجبده البنات. كندور نخدم هاد الوريقه ثاني. شوفوا معايا كنبدا من الجن، كنوصل للراس، كنبقى نضرب في البلاصه ديالي وكندور المرمى بهذا الشكل هذا. كنوصل للراس وكندور المرمى، يعني راه ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه البنات وما تقدروش ديروها ولا ما تعرفوش ليها. كنبدا جن كنضرب في البصل ديالي وكندور المرمى. كذلك هاد الوريقين كندور المرمى، كنخلي دائما هاد الوسطانيه هي الاخرانيه، دائما كنخلي هاد الوسطانيه هي الاخيره في الخدمه. عاد غنخدم البنات التشنيف. بسم الله يعني ايد شاده المرمى وايد كدور. انا تقريبا كنقول لكم دائما اللي عندي اليد اليسريه هي اللي كدور المرمى. هنا دابا غندوزو لاخر لون هو الصم. هنا البنات غنخدم الصم، غنخدم التشنيف بالصم.
الا لاحظتوا معايا بالنسبه لهنا للتشنيفه البنات، الا لاحظتوا معايا كنخدم ايدي ثقيله، يعني كنخدم ثقيله باش يجي عامر، باش ملي نشنفوه ما يعواش ما يتناش لينا، يبقى شاد الفورمه ديالو قاصح. بغيتو تكملوا ان شاء الله غنوريكم الطرز بالكوردون البنات، يعني الطرز نتصادروا ان شاء الله الطرز بالكوردون. راه ما كانش لاهين عليكم غير هذه الماكينه الجديده اللي دخلت هي اللي كانت ملاهيه عليكم، والضغط ديال الخدمه الحمد لله الامور بدات كتيسر والخدمه نقص عليا. غنرجعوا للدروس. بالنسبه للكوردون كندوزو من الحافه ديال التشنيف كيبقى واقف، انا غنحاول ندوزو غير بالطرز ولكن عامر. كنرجع للحافه ديالو وكنعاود. يعني كنرجع للحافه ديالو وكنعاود. صراحه كيجي رائع. خدمته بزاف البنات، خدمته بزاف باشكال، خدمته بمشبك، خدمته في الكرونه، في اشكال مختلفه ديال في القميصات. انا درته في جلالبه البنات، ولكن لي انا الموديلات ديالي غنديرو في القميص، ولكن خدمته في الجليلبات. هنا هذه كندوز غير خياطه، يعني كندوز غير خياطه غير بالخياطه. الشكل ديال الشيمه كي جات فنه، جات خفيفه وجات زوينه وجات راقيه في المنظر ديالها. انا كنبقى نعاود بالخياطه مزيان. بغينا هاد الرشمه نبتوها، بغينا نخلوها سامبل، كيبقى لينا حنا الخيار. صافي في الاخر غنكمل اخر تشنيفه. الاخير البنات كيجي الشكل ديال الرشيمه ديالنا بهذه الطريقه. ها هو التطبيق وها هي الرشيمه ديالو. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخلو كلمه طيبه، وغنرجع لكم ان شاء الله بقوه للدروس لتدوار المرمان المبتدئات ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز رباط المتقون مع ومع تمازيدات. السلام عليكم والى اللقاء.